بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اليوم إخواني الكرام غادي نحاول نستهدف واحد الفئة اللي هي مقبل على امتحان رخص السيقة، وغادي يكون هذا أول فيديو غادي نشره على القناة ديالي كود فتحي، ثم غادي نحط فيديوهات أخرى الناس اللي الله غادي يبدأوا أو للناس اللي بادين في مدارس تعليم رخصة السيقة. نتمنوا ديروا شي اشتراك ونقروا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وباش نتشجع نحط فيديوهات جداد على بركة الله. اليوم اخواني الكرام غادي نحطكم في الموقف ديال نهار الامتحان، يعني انا جالس يعني نهار الامتحان قدام البوست ديالي، فانا اش خصني ندير باش نتعامل مع هاد الطاكسيل، وباش اللي كتعرفوا اكثريه بان الطاكسيل كيكون فيها بعض يعني الاخطاء وبعض العيوب اللي يمكن تسبب في الرسوب ديالكم، وان شاء الله نتمنى ان تكون هذا حل من الحلول اللي توفروا عليها باش يكون ما كاين حتى شي مشكل يوم الامتحان. اول حاجه نهار اللي كتجلسوا قدام في الكرسي ديالكم قدام البوست ديالكم، فكتكون الصوره ديالكم هنايا فوالا، وكيكون هنايا رقم البطاقه الوطنيه و نوع الرخصة اللي غادي ندوزو واللغة اللي غادي ندوزو بها. وهنا كيكون عندكم هنا واحد لوحة ديال المفاتيح كتكون من 10 أزرار، فهذا هنا فين كندخلو الكود ديالنا. وكيف ما كتعرفوا بأن البيسي هو تاكتيل، يعني كندوزو بالأصبع ديالنا. لنفترض مثلا أن هاد السوري هاد يعني هاد السهم هذا هو عبارة عن يد، عن أصبع، يعني غنوركو هنا بالاصبع ديالنا، ما غنوركوش بالسوري ولا غنوركو بالاصبع تاعنا. لنفترض مثلا اننا الكود عندنا مثلا هو 5 3 3 7، ولكن قبل ما ندخل الكود ديالي اش خاصني ندير؟ خاصني ندير الكاسك. اول حاجه ندير كاسك في الاذنين تاعي، ثاني حاجه خاصني نقرا بعض الايات القرانيه باش يسهل لي الله فوالا. ثم مباشر من بعد هادشي هذا كنحاولوا ندخلوا الكود ديالنا، فانا كنجيب الاصبع نتاعي على الرقم اللي عندي في الكود. مثلا انا عندي 5، فانا غنورك على 5 وغنجي نورك على الرقم الثاني اللي في الكود هو رقم 3، ونعاود نورك على الرقم اللي من وراه 3، ونعاود نورك على الرقم اللي من وراه اللي مثلا كيف عندي انا في الكود هذا 7. فغطلع لي استعد ابدا الامتحان، فكيبدا الامتحان مباشره. فانا قبل ما نقرا السؤال كنجيري الصوت على حساب الكاس ديالي، يا نقص كلشي يا ندي الوسط يا نزيد كلشي، يعني كيبقى كل واحد على حساب يعني الاندونين نتاعو، كاين اللي كيكون كيسمع مزيان، كاين اللي كيكون سمع قليل، يعني كل كيجيري يعني الاندونين نتاعو. فانا اول حاجه كتكون هاد الموافق هادي كتكون شاعله بالكري، علاش؟ حيت هو باقي ماسكتش، يعني باقي هو كيقرا في السؤال. منك تكون هذه باقي شاعله بكري كيكون السؤال باقي كيقراه السيد اللي كيقرا، وكتكون عندنا الوقت المتبقى باقي 30 ثانيه، يعني ما كتحركش كونستونت ما كتبدلش. ولكن مباشره بعد ما كيسكت نعطي مثال، قال لك باش نتجاوز يمكن لي نتبع السياره الكحله، نعم اجابه واحد لا لاجابه جوج، مباشره بعد السكوت ديالو كتشعل بالخضر، فهي من شعلات بالخضر، فانا ولا عندي الحق في الجواب. الجواب ديالنا هنا هو الاجابه رقم جوج، ولكن انا غندير الاجابه رقم واحد باش نقول بانني خطات. اش خاصني ندير؟ مثلا انا ورقت على الاجابه رقم واحد، فانا هنا كنقول مني انا عاود قريت السؤال فاكتشفت بانني عندي خطا في السؤال فوالا. فانا باش نصحح السؤال اش غادي ندير؟ كنورك على نفس الرقم فوالا، وكنعاود نورك على الاجابه الصحيحه فوالا، وكنكمل الاجوبه نتاعي بكل سهوله فوالا. انا في مكان صالح للتوقف، نعم الاجابه رقم واحد لا الاجابه رقم جوج، ولا لاحظتوا معايا هو سكت السؤال فالكري ولا بالاخضر، فالعداد كيبدا خدام. وانا في هذه الحاله هذه الاجابه ديالي الصحيحه هي الاجابه رقم جوج، فانا نجاوب الاجابه رقم جوج. فهنا لا لاحظتوا معايا اش وقع؟ انا في عوض ما ورقت على جوج خاصها تطلع غا جوج، طلعت لي جوج ربعه. وكيف العاده كيف قلت لكم انا في السؤال الاول، انا باش نصحح ما كنوركش على كوريجي، يعني هاد كوريجي هادي ممنوعه منعا كليا نورك عليها. فانا باش نصحح كيف العاده اش غنديروا؟ غنوركوا على نفس الرقم اللي باغي نحيدو، غنجيب الاصبع نتاعي هنايا ونورك على ربعه. فانا هنا تفاديت المشكل ديال كوريجي
فوالا هذا المشكل الاول هو كوريجي. يعني المشكل الثاني فين يبقى لي؟ غيبقى لي فاليدي اللي ما درتش معكم في السؤال الاول. هاد فاليدي هادي كنقول نورك عليها ما نوركش عليها، لا غيوقع لي مشكل لا ما غيوقعش لي مشكل، لا ما وركتش عليها لا ما غيدوش لي السؤال، فانا غنعطيكم الحل. يعني انا هاد فاليدي هادي يعني ماشي فيها شي مشكل اللي كبير ولا لشي حاجه ولا لا، كاين حتى شي مشكل. غير الفاليدي كدوز لي سؤال بالزربه، ولكن بعض المرات كتكون هاد الطاكتيل هادي خاسه. انا ملي كنورك على فاليدي كيدوز لي في عوض، ميدوز لي من السؤال 3 للسؤال 4، كيدوز لي من السؤال 3 للسؤال 5 اولا للسؤال 6، فانا ضاع لي واحد سؤال ولا سؤالين، وانا هاد سؤال ولا سؤالين ما خصنيش نضيعهم. فانا خصني نكون نتبع 40 سؤال، كل سؤال بسؤال بوحدو، يعني ما خصني نفلت حتى شي سؤال. فانا كيفاش غادي ندير؟ فانا نخلي هاد العداد هذا اللي غادي خدام نخليه غادي حتى كيسالي الوقت اللي كيوصل 10 ثواني كنبدا نسمع طن طن طن، ماشي مشكل. يعني هذاك طن طن اش كيقول لي؟ كيقول لي فقط بانك خصك تجاوب، يعني خص يكون عندك اجابه هنا، ماشي خصني نفاليدي. كاين اللي كيسمع كيتخلع كيفاليدي، لا بلا ما تخلع فاليدي، غير كدوز لي السؤال، يعني ما كاينش فيها شي مشكل. نخلي انا هذا جاي سالي ولا غادي يدوز السؤال مباشره. فانا في هذه الحاله هذه ها هو ذا السؤال فوالا. ولكن لاحظوا معايا اش بقى هنا في التيليكوموند، بقات عندي واحد جوج مافيشه من السؤال اللي دوزناه قبيله. فانا اش خصني ندير باش نصحح هذا السؤال؟ خصني نحيدو قبل ما تولي بالخطر، يعني قبل ما يكمل هو قراءه السؤال. فقالك في الملتقى الطرق اللي جاي نعطي حق اسبقيه اللي من نعم الاجابه واحد، لا الاجابه جوج، شعلات بالخضر كنجاوب الاجابه الصحيحه اللي هي جوج. فلاحظتوا معايا طلعت جوج هنا، طلعت لي جوج هنا، فانا كنت اكد من ان الاجابه ديالي صحيحه. فانا كنتسنى هاد العداد يسالي، غيوصل 10 ثواني غيبدا طنطن، غتوصل جوج واحد غادي يبدا السؤال اللي من وراه وما كاين حتى شي مشكل. هاد السياره قالك تجاوزاتني، يمكن لي نشعل الطريق، نعم اجابه واحد، لا لاجابه جوج، سكت شعلات بالخضر. نجاوب الاجابه ديالي كيف العاده قلنا بالاسبوع نتاعنا على الاجابه الصحيحه، كنتاكد بانها طلعت لي جوج هنايا. فانا هنا نتسنى عاوتاني العداد تيسالي، ولكن انا ملي نكون انا العداد غادي خدام ماشي صافي ربع يديهم ضحاضي اللي حدايا ولا لا، نعاود نراجع السؤال. ما تعرف يطلع لي شي سؤال نعرفه خطا نحيد انا هاد جوج ندير مثلا واحد مثلا. يعني انا كيكون عندي الوقت للتفكير ليس لشيء اخر، نبدا انا نشوف الاخر نقول لا خويا عندك خطا، يصدق انا مقول بالصقوم مسقطيني انا في اليوم الاول. اذا انا كنبقى حاضر السؤال تاعي، فانا كنتسنى العداد كيف العاده تيسالي، من غادي يسالي غادي يدوز السؤال الموالي. من عاد العلامه كتولي السرعه محدوده في 50، نعم الاجابه واحد، لا الاجابه جوج، كيدوز السؤال اللي من وراه، كنجاوب الاجابه الصحيحه، كنتاكد كيف العاده، كنتسنى العداد تيسالي، 10 ثواني كيبدا يطنطن، جوج واحد كيدوز السؤال اللي من وراه. نضغط على الفراميل مرات كثيره متواليه، ولا نضغط على الفراميل باستمرار شعلات بالخضر. الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم واحد. نجي بالاصبوع نتاعي نورك على واحد، او خطا يعني من الطاكسي ماشي مني انا. يعني انا باش نحاول نجيري هاد المشكل هذا كيف قلنا، يعني عاده كنوركو على نفس الرقم، ما نوركوش على كوريجي، كوريجي من عن كليا نورك على نحيد الرقم ونتسنى السؤال تيدوز. في الملتقى الطرق اللي جاي نعطي حق اسبقيه اللي من نعم اجابه واحد، لا لاجابه جوج، لا صار نعم اجابه ثلاثه، لا لاجابه اربعه. فانا غادي نتسنى نتسنى تتعلم الخضر، نجاوب الاجابه الاولى خطا كيف العاده، طلعت لي واحد وثلاثه، كنحيد ثلاثه بالاصبع نتاعي، كنورك على الاجابه الصحيحه. وبحال ما هكا كنتسنى السؤال تيدوز، وكيدوز السؤال اللي من وراه، وكتبقى غاده بحال ما هكا. يعني سيستم دو فاليداسيون في المغرب يعني خاصك تكون كاين وعارف، حيت لما كنتيش عارف واخا تكون فاهم ماشي 40 سؤال، واخا تكون فاهم حتى شي 50 سؤال حتى 60 سؤال تكون فاهم كاع يحط لك اجابه صحيحه، ولكن بهاد المشكل ديال الفاليداسيون تقدر ما تجيبش حتى 26. فانا اعطيتك حل يعني باش تجيري، يعني نحاول نعاود معاك انا يعني شفويا. يعني اول حاجه كنجي نجلس في البوست ديالي، كندير الكاسك ديالي، كنقرا بعض الايات القرانيه، وكندخل الكود، كندخل الكود، فكتطلع لي اس ساعه تبدا الامتحان، كيبدا الامتحان كنجيري الصوت ديالي اول حاجه على حساب الاذنين تاعي،
فمن وراها كنتسنى حتى كيهض حتى كيكمل السؤال باش الفاليدي كتشعل بالخضر. ومن الفاليدي كتشعل بالخضر كنجاوب الاجابه ديالي الصحيحه. الا اكتشفت بان الاجابه اللي وركت عليها هي اجابه خطا فكنورك على نفس الرقم ما كنوركش على كوريجي. فكيف قلنا كوريجي منوع منع كليا، فانا كنورك على نفس الرقم كنورك على الاجابه الصحيحه. الا انا وركت على اجابه صحيحه وطلعت لي معها اجابه زائده فانا كنتوجه عاوتاني كيف العاده كنحيد الاجابه الزائده وكنخلي الاجابه الصحيحه. الا داز السؤال يعني انا انتظرت العده تداز وداز السؤال ولقيت بان السؤال ديجا كاين فانا كنحيدو اولا عاد باش كنعاود نجاوب الاجابه ديالي تشعل بالخضر. يعني انا نحيدها قبل ما تشعل بالخضر. وهذا هو سيستم فاليداسيون، وهذا هو الفيديو يعني استهدفت الناس اللي مقبلين على ورقه السياقه. من بعد هذا الفيديو غادي ندير فيديوهات، يعني اولا غنبدا بالاشارات يعني العلامات الطرقيه، من وراها غادي ندير فيديوهات ديال الكود روسو، من وراها غادي ندير فيديوهات يعني من الصنع ديالي فيهم اسئله يعني شبه خاصه بالامتحان، وكاينين بعض الاسئله اللي خاصين بالامتحان. وشكرا والى اللقاء وفرصه ممتعه ان شاء الله، ونلقاكم في حلقه مقبله.